استطاع اللاعب عيسى جهاد تسجيل الهدف الثالث الثاني للبحرين في الدقيقة 53 والدقيقة 87 استطاع اللاعب عبد الله يوسف نجم المباراة تسجيل هدف هدفه التعادل. فهد جاهز؟ اوكي. اعزائي المشاهدين انتقل معكم مع الزميل فهد بشير من ارضية الملعب لاخذ بعض اللقاءات فلك الكلمة تفضل فهد. أتى في الشرقية في نهاية المباراة. اولا تنسلم عليكم وتنسلم على الاخوان اللي موجودين في البلاطو، فتتعرف مقابله بالنسبه لينا احنا ما جايينش نلعبوا مقابله تعادل، ثاني دائما فريق الشرقي اللي تيلعب كره واللي تيريد ينتصر في المقابله، والدليل على ان الفريق اللي كان واجد كرويا داخل الملعب فهو الشرقي في الشوط الاول، فنقولوا الفرصه واحده اللي تسنات، وفي الشوط الثاني فهو عادي لان دخلنا الايقاع ديالنا اللمسه ديالنا هي الوان تاتشوتاش اللي فقدناها في الشوط الاول، والقوه ديالنا هي اللعب الجماعي. اذا منين وصلنا لذاك القوه ديالنا ديال الوان تاتشوتاش راه شتي حققنا فرص عديده ديال التسجيل اللي هي بالغرابه تتضيع من عند لاعبين محترفين. صراحه هذا هو اللي عذبنا وخلانا نخرجوا لاعب من لاعب من الدفاع ونزيدوا بلاعب الوسط ولو صغير السن. الفريق كان ممتاز، حققنا الهدف الثاني اوكي التعادل، وكنا دائما واثقين باش نمشيو للمقابله. المقابله كانت جميله في الشوط الثاني، وصراحه كان اي فريق ينتصر ولو ان فريق الخصم استغل المرتدات، فصراحه احنا مش راضيين على النتيجه لان الهدف ديالنا هو الانتصار، والفريق اللي يستحق صراحه ينتصر فهو فريق الرفاع الشرقي اللي كان دائما تيبحث على الانتصار منذ نقولوا الشوط الثاني، والفريق الخصم استغل الهجمات المضاده. على المشكله عندكم في اللمسه الاخيره بكل تاكيد، واليوم تبين لان تتعرف بان الباشا كان لوحده امام الحارس وتضيع كوليبالي، نفس الشيء الشوت ديال كيف هو ديال يوسف عبد الله اللي توجي من وراء الاصابه، سامي حاول باش يساعدنا توجي من وراء الاصابه، وهذا هو اللي تعذبنا كثير صراحه امام لو بوكس، وكنا امام لو بوكس لوحدنا وهذا هو اللي عذبنا كثير. فهي صراحه مقابله جميله لان دائما تنبحثوا على الانتصار، فقدر الله ما شاء ارضينا بالاداء في الشوط الثاني ولكن ما رضيناش بالنتيجه. نتمنى لكم التوفيق في القدم. لينا كاملين وتنرسل لكم السلام الحار اليك والاخوه اللي موجودين في البلاد. شكرا جزيلا. شكرا لك. معايا